معلش بيبص فين؟ معلش انا ما اقصدش انا بس بيسال بس. قلت انا بقى قلت تاني بتقول اكشن 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 برضو. انت لا تعرف يا صلاح الدين يا ريت شاطر الفلاحين في روما. فين في الفلاحين؟ يا ابني ما لازم يفهم. ما يقولش انت هتستهبل. هو في فلاحين في روما؟ بيبوظ الفيلم والله يا ابني. ما هو مستفهم من طب احنا اسفين. والمصعب ما تقولش حاجه يا جدي بقى. ماشي اكشن 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 اكشن. انت لا تعرف يا صلاح الدين يا ريتشارد بقى الفلاحين في روما والاطفال والعجائز في ليالي الشتاء الدافئه ينتظرون عودتي بمفاتيح اورشليم. فين في اورشليم؟ مصعب بيبوظ الفيلم. ما انت اللي حمار مش بتفرش له. ما لازم يقول. طاقه ابداعيه كبيره. هنعمل ايه؟ ما تقولش يا جدي بقى. انت بتحفر ويقول هو. بس انت حلو. يلا ماشي اكشن اكشن. ينتظرون عودتي بمفاتيح اورشليم. الله اكبر الله اكبر. يلا يا جماعه نلعب صلاه العصر. يلا بينا. سلام عليكم سلام عليكم. سلام عليكم. اه ده فيلم تاني. دي فيلم تاني. فيلم تاني ده. يعني الاذان ده جوه الفيلم؟ اه جوه الفيلم. انت هتعرفه. انت هتعرف. ما عرفناش نهرب. دي فيلم ده. اه القطاره في البق. اتفضل خش. اه بص بقى انت ما بتقولش يا جد. والمصحف انت بتقولش. انت عامل كده عشان انت بتبوظ الفيلم. ده حله يعني؟ اه هو بيبوظ الفيلم. اتفضل اكشن. الله اكبر الله اكبر. سلطان خلاص. سلطان بقى قاتل. سلطان بقى يعرف يدوس على الزناد. زناد صدري. موهبة من عند ربنا. الموهبة من عند ربنا. بيجوا فؤاد. هنعمل ايه؟ وربنا ده انت لو غطيته بسور الصين العظيم هيجي منطقة الإفة ويقولوا. انما انت قطر في بق زميلك. هنعمل ايه والله؟ لبسناك قميص الليالي. اعمل ايه طيب؟ بيبوظ الفيلم. انا عمال اعمل لك كده هناك. انا مش عارف. بيبوظ الفيلم والله. ركز بقى. والمتعب ساعدون. جدي ما تقولش يا جدي. ما تقولش بقى خلاص. اكشن 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 اكشن. سلطان خلاص. سلطان بقى قاتل. بقى يعرف يدوس على الزناد كويس. سلطان بقى مجرم. اي اي اي. طب اعمل ايه طيب؟ هي الرصاصه جت فيك؟ لا يا تفافه. والله العظيم بيبوظوا الفيلم والموت. يعني نعمل ايه العيال؟ ما تقولش. بيبوظوا الفيلم والله. ما تقولش يا حبيبي. ما تقولش خلاص. اكشن اكشن. ايه؟ لا خلاص اكشن اكشن. استنى انا اقول ايه؟ انا مش حافظ. ايوه انا اقول. لا اقول اكشن. اكشن قول اكشن. استنى بس. ايه؟ استنى بس. هجع. اوه ايه اكشن. بص انت قلت كتير عمية. ممكن تقول لنا حاجة صغننة لغة عربية؟ اه عشان نفهم الدنيا. ماشي ماشي. أنا هقول لغة عربية. يلا بقى. يلا بقى. أنا يلا. هقول لغة عربية. أكشن. استنى بقى. استنى اتفضل. لازم تركز. أيوة ماشي. أكشن 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 أكشن. من قتل نساءكم؟ خذا. من قتل أطفالكم؟ خذا. من قتل أمهاتكم؟ خذا. خذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الحمد لله. بقى لنا تلت ساعة عشان تقول الإفيه ده. الله يعلم. والله أنت جامد. والله حلو. أنا الحمد عارف لله. لو تركز من ده هتبقى. يلا يلا بقى. أنا محضر لكم مشهد من الكفار. بعد ده مشهد من الكفار. آخر مشهد. طب يلا هنعمل. خد يلا. أنت هتعمل. أنا محضر كل حاجة. أنت هتعمل الشيخ أبو عمار. أنت هتعمل الشيخ أبو مازن. وأنت هتعمل سمسمة.
ما انت اللي بتجيله. ابو عمار والراجل التاني بتوع شاورما، وهو ساكن في الدقي قدام سمسمه. ما انت تلف وتجيله يندعك. خبرة بتبوظ الفيلم. يعني دي منطقة تتفوت. أنا عارف. سيبه بقى. أنت أنت هتعمل الشيخ إيه؟ الشيخ الصبراوي. جاحد برضه. أه جاحد. قال لك يبقى في تنويع، اتنين شاورما وواحد فول وطعمية. عيال جاحدة كلها. أنت هتعمل، أنت كومبارس ما تقولش. انت حشرة. انت ايه؟ حشرة. خد البس دي، انت ما تقولش حاجة انت. طب ما تقول له ان هو بلتكانة صنم كده يعني. انت صنم ما تقولش. طيب انت بلتكانة، انت صنم ما تقولش. لو سمحت. ايه؟ مش ده مشهد كفار؟ اه. كلنا شيوخ، ما فيش ولا كافر في المشهد. ما انت مش فاهم. بعد المشهد كلنا هنبقى كفار. هو هيكفرنا. اشتري مني، اشتري مني انا. ارجع مكانك. احنا جاهزين. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية. لا لا، البس الدقنوس، البسها كده. اما لبستها اهو. لا انت لابسها من فوق، ما ينفعش. لا ما انا عاملها قصة. لا بمزاج انا بقى. ما ينفعش البسها كده زي. انت هتكفرنا؟ لا خلاص. من قبل ما نشتغل المشهد هتكفرنا؟ خلاص خلاص. انا عندي التهاب في بقي، لازم البس الدقن فوق هنا. طب ماشي. وما بعملش حاجه تاريخي. خلاص. معروف. ماشي ماشي ماشي. خلاص؟ خلاص. ماشي. قول اكشن. اكشن. اكشن اكشن اكشن. اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ انت مش مصدقني؟ ليه؟ اهو ما اتكلمش. المسرح انهار. دي صرفية. صرفية من عند ربنا. لازم يقول هو، لازم يقول. لازم يقول؟ لازم يقول. طب قابل وقعد بقى. يلا يلا. اكشن. استنى بقى. اكشن 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 اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ جميل. هنقعد لبعد بكره. جميل. جميل ايه ده؟ ده كافر. دي يا جدي كافر. انا اسف. جميل إيه؟ اسف. بقول لك انا اسف. هناخد ده تاني. ماشي. اكشن اكشن اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ جميل. شوف 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 الحاجة. قال نفس الكلمة. سكسي برضه. ده جامد. دي جامد. أداء. جامد. شفت وشه عامل ازاي؟ ايوه جامد. داس على زر الكفار بقى. شوف. ايوه موهبة. يلا. والله انت بتبوظ الفيلم والمصحف. احنا اسفين. انا اداء كافر. اداء ايه؟ عملت اداء كافر. والله العظيم معلش. اكشن اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو مازن؟ شيخ ابو مازن، ما رايك في الدين الجديد؟ انت تقول. انا انت تقول دلوقتي. ما انا ما بتكلمش، انا واقف صنم. انا في الفيلم الاصلي صنم. انت ساكت. اه ما بتكلمش. ولا مش انا لسه قايل لك ما بعملش حاجه تاريخي؟ ما بعرفش اتكلم لغه عربيه. ولا انت بتبوظوا الفيلم ده والمتحف، انت بتبوظوا الفيلم. انا مش لاعب معاك. بص يا ابني، اخر فرصه. هيا بص. خلاص. عندك حاجه؟ عندي شمس الزناتي. اخر حاجه. والله اخر حاجه شمس الزناتي. انت هتعمل ايه في شمس الزناتي؟ انا هعمل الاستاذ عادل امام. انا ماليش دعوه. ماشي. انا ماليش دعوه. انا بقول له على الهوا. انا ماليش دعوه.
انا ماليش دعوه. هو انت ده لحظي منه، ماليش دعوه. خلاص يا خساره المشهد ده، كان نفسي الناس تشوف. مش هنشوف بطي المشهد، الفيلم بطي. على الله بقى. اكشن اكشن. لا وزع الادوار. اكشن اكشن. انت هتعمل عادل امام شمس الزناتي، وانت هتعمل ايه؟ اي حد غير عادل امام. يعني عايز تعمل ايه؟ هعمل دور الحصان اللي في الفيلم. بس الحصان ده ما بيتكلم، بس بياكل. انا مش قلت لك ايه؟ عشان ما صدقتنيش اعمل ايه؟ قلت لك ناشفه زي المستشفى. شوف الواد هيعمل دور حصان عشان ياكل. ايه ده؟ وهياكل اكسسوار مرشوش عليه بيروسول. ايه؟ مفيش اكل، مفيش اكل. فلتاتوني بالاكل للحصان. ايه؟ هاتوا الاكل للحصان. الاكل إيه؟ ياكل الحصان، عايز ياكل عشان شمس الزناتي هيمشي. ايه اخي؟ جات لك الجرأه وتطلب اكل هنا؟ مفيش اكل. الف مبروك. انا نجحت. الف مبروك. انت اتقبلت في معهد التمثيل قسم حداده وبراده. حد لله، ده انا ممثل جامد، ده انا ممثل جامد والله. انت يا واد. ايه يا ست؟ تعالى ورايا عايزاك. طيب ماشي، انا ممثل اكسبك في التمثيل، والله اكسبك في التمثيل. يا روما. مش عارف سعيد ما اتصلش بيا ليه. انا غامر بقى واتصل بيه. يلا. ها؟ الو. سعد. لا احنا مش هننزل النهارده على القهوه، احنا اطلع انت بس واحنا هنقعد هنا. او ربنا بجد اطلع بس هظبط لك القعده. يلا سلام. عايزكم توضبوا القعده اكنها قهوه بلدي بالظبط. يلا بسرعة. حاضر سعيد طالب. ايوه جاي. ايوه ايوه. السلام عليكم. ازيك يا ازيك يا معلم سعيد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا معلم سعيد. مالك انت اللي مالك؟ انا كويس. لا مؤاخذه يا معلم، اصل هو اما بيشوف حاجه غريبه بيعمل كده. معلم حبيبي حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه يا كرم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه يا سعد؟ الحمد لله تمام. إيه؟ الحمد لله. فوز ابنك الكبير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انا زعلان منك يا بابا. ايه؟ انت مش قلت انك هتجيب واحد صاحبك؟ جبت الشله كلها ليه؟ هيب. تعالى يا سعد. يا عم كرم تعالى. والله العظيم يا كرم وحشني، والله العظيم وحشني. وانت يا سعد والله حبيبي حبيبي. خفيف خفيف على الكرسي. انا عارف والله، بس انا مش متعود على كده يا كرم. اللي هو ايه يا حبيبي؟ اللي انت تكون عازمني في بيتك. سمعت الهاي؟ يا يعني انت صاحبي بقالك 10 سنين، الهاي دي من ساعتين وفهموني. انا بعزم حد؟ لا. يبقى احنا هنقعد هنا نلعب طاولتنا على مشاربنا، وانت هتدفع زي كل ليله وتروح. والله زي الفل. ماشي حبيبي والله. هتطلب لنا ايه بقى؟ انت هتقلدني من اولها؟ ايوه جاي. اموره بهوات. بص بقى، احنا عايزين طاوله. مين؟ وبعدين تجيب لنا، انا عايز موز باللبن. وبعدين شوف عمك سعد يشرب ايه. يشرب ايه يا عم سعيد؟ اجيب لك اندومي؟ ايه؟
اللي هي ايه الاندومي ده كرم؟ دي حشرة. لا مش عايز اكل، لا انا عايز اشرب. عايز تشرب ايه؟ اشرب موز باللبن. تاني؟ اه. ما انت كنت امبارح بتقول عناب سكر زياده. لا النهارده موز حلو. حلو التجديد برضه. اه وعايز حجر تفاح برضه؟ اه. انت طالع مطلع. ماشي. يلا الحمد لله. يلا وشوكولاتايه للبنت عشان تعب باباها. ماشي. يلا. بس ما قلتيش الحساب عامل ايه هنا يا كرم؟ العيال قلقانة منك. انا ما عملتش حاجة على ما الكرة. اول ما دخلت بدأ التزييق. ده في طفل بيعيط من اول امبارح. ده الولد ده اكيد حد بيعذبه. معلش معلش. بس والله هتتبسط. أنا... بص المفاجأة. بص بص. خد الشاليمو بتاعتك. حبيبي. ما جبتلكش حجر عشان ما تتنفخش. بص بقى. موضوع الأسعار ده إحنا زينا زي القهوة اللي تحت بالظبط. تمام. بس بفرق رفيع. 10% ضريبة مبيعات، 10% ضريبة ملاهي، 10% ضريبة ترفيه، 10% ضريبة خصوصية. خصوصية. مش القهوة دي خصوصية بتاعتنا أنا وأنت؟ اه. يبقى خصوصية ولا مش خصوصية؟ لا خصوصية. هتتبسط. انا بقى مستني. والطاولة جاية وهنلعب بقى. ماشي. يا سلام سلم بقى الطاولة دي. كرم. ياه. كرم. يا بابا. ايه الدوشة دي يا ابني؟ مش عارف انام. لا مفيش حاجة، ده سعيد صاحبي جه يقعد معايا شوية بدل ما نقعد على القهوة. ايه ده؟ ده كلام؟ البيت له حرمة يا أخي. ما هو بدل ما يدفع كتير على القهوة قلت نقعد هنا. ما يدفع ولا يتحرق، احنا مالنا؟